حضرتك منوره المهرجان. اهلا يا جميله، ازيك؟ لا، خلينا نسأل حضرتك على انطباعاتك من يعني الدورة الأولى وتوقعاتك للدورة الثانية. بصي، الدورة الأولى كنت بصور صالون أنوشكا، ما كنتش عارفة أحضر، بس صدقيني الواحد فخور وعميدت بوينت السنة دي إن أنا أكون موجودة. مبروك لمصر، مهرجان مشرف زي مهرجان الجونة. سعيدة جدا لرقي المهرجان، للضيوف الحاضرين. في الاخر خالص انا عارفة ان مهرجان الجونة بيحمل اسم مهرجان مصري، ففي المقام الاول الواحد بيبقى يقول ان مصر تستاهل مهرجان راقي بطريقتي. طيب، رأي حضرتك ايه في انه مهرجان وليد زي ده، يمكن دي السنة التانية اللي بنحتفل فيها بميلاده، لكن قادر يشد كل الاهتمام ده عكس مهرجانات تانية اقدم زي القاهرة، زي اسكندرية، زي شرم الشيخ، ليه؟ هما كمان كويسين، وهما كمان هيكونوا على القد، وهما كمان هيكونوا اقوياء. نقول كل طفل جديد بيبقى متدلع، انما زي ما بيقولوا لو ما كانش عندنا قديم ما كانش هيكون عندنا الجديد. لو ما نحترمش قديمنا مش هنعرف نحترم جديدنا. وبدل المهرجان ده ممكن بكره ولا بعد يبقى مهرجان تاني وتالت وعاشر، لان في الاخر خالص انا مش باصه للموضوع كانه مهرجان، انا باصه للموضوع دعوه قويه جميله راقيه للعالم كله، بنقول لهم تعالوا احضروا الجونه، تعالوا احضروا مصر، تعالوا شوفونا كناس عاديين، بساط في الشارع، كناس فنانين، شوفوا افلامنا ويعرفوا السينما بتاعتنا قد ايه متطوره وقد ايه حلوه. انا بالنسبه لي انا فخوره جدا ببلدي، فكل اي حد بيعمل حاجه حلوه للبلد انا ارفع له القبعه. خلينا نعرف ايه الجديد عندك يا رشكا. بحضر فيلم سينما مع كريم عبد العزيز. واو، الحمد لله انا مضيت، لسه بقيت الكاست. سعيده جدا، مش عايزه اقول لك انه يمكن الواحد ما بتبقيش عارفه الفرص هتبقى جايه ازاي، انما ليه ما يبقاش عندنا فيلم واثنين وثلاثه وعشره في كام؟ طبعا ليه لا، بس حقيقه الجمهور عنده ثقه كبيره في اختيارات حضرتك. بحاول اكون قد حسن ظن الناس ان شاء الله. كلميني على اللوك الجميل ده، فابيولو. ثانك يو، ميرسي. اقول لك الفستان من ايمن لحموني وهو سوري، وانا من خلال ايمن بحيي كل شخص، مش بس سوري، كل شخص مر بظروف صعبه وقع وقام وقف على رجليه، لان في الاخر خالص الحياه حلوه. فاذا كان على اللوك فانا بشكر ايمن لحموني. شعري كالعاده رافي محمد صغير، وميك اب محمود رشاد. اميزنج، انجوي، وان شاء الله تبقى دوره موفقه. ثانك يو دارلينج، ثانك يو.